ندهت فلاح لاخواته ساعة الري حاكم أرضنا ملكنا كلنا من السد العالي وجاي ننده كلنا ندهت فلاح لاخواته ساعة الري حاكم أرضنا ملكنا كلنا من السد العالي وجاي ننده كلنا نتها قوية افتح 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 كلنا ننده نتها قوية افتح 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 ننده كلنا نتها قوية افتح 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 كلنا ننده نتها قوية افتح 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 على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية الورد العربي ورد السهل وورد الصحراية افتح على حوض الوردة بتمانين مليون شجراية الورد العربي ورد السهل وورد الصحراية اهو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قراية يا فاتح يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجرايا يا فاتح في الصخر ده للجيل ويا النيل مجرايا افتح افتح حول 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 ففعلا علي اسماعيل من أشهر الناس أو عاوز أقول أنه علامة من علامات التوزيع الموسيقي في مصر. احنا لو استعرضنا أغنيات عبد الحليم الوطنية المهمة مثلا من أول يا جمال يا حبيب الملايين مثلا أو بالأحضان أو أغنية 67 أو البندية كلمت أو مطالب شعب أو غنوة السد العالي وبلدي يا بلدي والفوازير بتاع مرسي واهم حاجه برضو العملين الكبار اللي هم المسؤوليه ويا اهلا بالمعارك اللي عملهم كمال الطويل وبستان الاشتراكيه للمونكي. كل هذه الاغنيات توزيع علي اسماعيل، وعلي اسماعيل فيهم عامل مزج بين الالات النفخ النحاسيه او الالات الوطنيه يعني النشيدية وفي الوقت نفسه بين الآلات الرهيفة العاطفية إذا جازت التسمية. يعني علي اسماعيل إذن ابن مدرسة الجاز، ابن مدرسة المرح. إذن بما أنه ابن الجاز والمرح إذن هو ابن اللحن البسيط الواضح، لكن ما فيش مانع أنه بيجي في كتابته للأوركسترا أولا بيهتم بآلات النحاس جدا وبيهتم بانه يستخدمها استخدامات زخرفيه، يعني بص لقيت تروح مزغرطه تروح عامله شويه زخارف في وسط اللحن بتفرح الانسان. عبد الحليم حافظ كان يقول حاجات حزينه، ورغم هذا هو لما كان يوزع له الاعمال الموسيقيه ينتهز فرصه لازمه او ينتهز فرصه مساحه من اللحن يروح معامل فيها شويه زخرفه وشويه حركه فيها مرح، يبقى في تناقض ما بين الحزن اللي عند عبد الحليم وما بين المحاوله اللي عند علي اسماعيل الله يرحمه في انه يحول هذا الحزن إلى معنى المرح، لأن الشعب مش ناقصه حزن. ثانيا أنه هو كراجل بيكتب للأوركسترا كان واعي جدا بأن في مرحلة تحول وجدانية لدى الشعب، أنه يصحى بقى ويلاقي قوته ويلاقي استعداداته عشان خاطر ينتج وعلشان خاطر يبتدي حياة جديدة. كل بيجري 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 ويتشمر ويهد ويبني 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 ويعمر. لما تخلص كل بيجري 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 ويتشمر ويهد ويبني 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 ويعمر. الكل بيجري 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 ويتشمر ويهد ويبني 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 ويعمر.
ديناميت يهد جبل فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت ديناميت بيهد جبل فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان حيلم المية ويبدرها على الأرض البور تطرح بساتين ومحبة ونور ومكان بيدور حيلم المية ويبدرها على تطرح بساتين ومحبة ونور ومكان بيدور وده طبعا باين طوالي وفي بالكم زي ما هو في بالي عارفينه ويتشمر ويهد ويبني 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 ويعمر ديناميت تهد جبال فتفيت فتفيت ورجال وعرق وغبر فتفيت فتفيت ديناميت يهد جبال فتفيت فتفيت وغبر وعرق ورجال عفاريت عفاريت وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان وبسرعة بيعلى البنيان وبيعلى مجد الإنسان حيلم المية ويبدرها على الأرض البور تطرح بساتين ومحبة ونور ومكان بيدور حيلم المية ويبدرها على الأرض البور تطرح بساتين ومحبة ونور ومكان بيدور وده طبعا باين طوالي وفي بالكم زي ما هو في بالي عارفينه ساب العالم الأستاذ عمار الشريعي ما هي أشكال التعبير التي لجأ إليها الفنان علي إسماعيل في معالجاته للألحان في الأغنية المصرية؟ شوف يعني تقريبا كل أغاني هذه المرحلة كان علي إسماعيل مسؤولية مباشرة عنها آليا أو أوركستراليا. لو نفتكر سوا نقول إني ملكت في يدي زمامي، نقول مطالب شعب، نقول يا أهلا بالمعارك، نقول هندسها جمال وحنبنيها، دي هي مطالب شعب، أيوة، نقول بلدي يا بلدي، نقول فوازير، نقول بالأحضان، ولو ان بالاحضان اقلهم جهدا، وان كنا هنتكلم عنها بالذات برضو للتدليل على دور الموزع ازاي يكون يعني في بعض الاشياء. لو تفتكر الكوبليه بتاع بالاحضان يا مصانع يا مزارع، صوت الالات، صوت التنقير او التخبيط على معادن لكي ما توحي بانه هناك فعلا شيء داير، مكان داير حاصل يعني في المساله. وهنا الموزع مش مرتبط بنوت موسيقية في الحقيقة، هو مرتبط بأزمنة ضرب. يعني أقصد أقول لك لو افترضنا إن هو بيخبطه على ثلاث حديدات، فكل المطلوب مكان الخبطة مش نوعها، واخد بالك، مكانها على مع الفرقة لكن مش نوتتها الموسيقية. يعني هو كان ممكن يستعمل أي نوع من المعادن ويحقق نفس النتيجة، المهم هنا الفكرة وطريقة التطبيق. بالأحضان يا مصانع يا مزارع، بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلم وعلم، بالأحضان يا مداين يا كناين، بالأحضان يا اللي انت بترفع راية السلم، بالأحضان يا مصانع يا مزارع، بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلم وعلم، بالأحضان يا مداين يا جناين، بالأحضان يا اللي انت بترفع راية السلم. تأكيد ده نوع من التعبير، ونوع زي ما أنا مصر من تكثيف لحظة محددة بذاتها. ده حصل في الفوازير، ده حصل كمان في بلدي يا بلدي
وفي المسؤولية هتلاقي ده برضو. بالنسبة للفوازير بالذات كان في الكوبليه اللي هو خاص بالسد العالي. كان في قناة السويس الأول أساسا. كمان حركة جدنا شهب ايده بناها تم تتا تم تتا تم تتا تا، هو عبر عن ده اولا الاستاذ موجي اساسا. أيوة. لحنه المتقطع اللاهث القصير المتحرك اللي بيدي ايقاع حركي واضح، وضحه علي اسماعيل بالات الايقاع وبالحركه اقواس الكمانجه اللي احنا بنسميها او بيسموها الموسيقيين سلطاته، القص القافز اللي بيتنطط على الوتر وما يثبتش على الوتر. ساعد علي اسماعيل في ده الجمل الجميله اللي عملها كل من الاستاذ كمال الطويل والاستاذ محمد الموجي. لازم لما نذكر كمان هذه المرحله، انا بقول ده عشان نبص الاغاني كان شكلها ايه برضو، ده امر مهم جدا. لازم نذكر غنوه عملها هو والاستاذ كمال الطويل والاستاذ الله يرحمه مرسي جميل عزيز وحليم الله يرحمه برضو، كان اسمها ذات ليله، ودي يمكن اول واخر غنوه بهذا الشكل اتعملت، لانها كانت غنوه تحمل طابع انساني بحت، بمعنى انه الغنوة بتتكلم عن طالب فقد عائله وما بقاش قادر يكمل تعليمه الى ان امتدت له يد الدولة او يد هي كان مفروض تكون الدولة يعني، امتدت له يد الدولة واكملت له هذا التعليم، حنت عليه الدولة وتكافل المجتمع يعني. على اي حال انا ما شفتش غنوة اتكلمت عن مثل هذه المشاكل بكل هذه الانسانية وبكل هذه الابعاد. علي اسماعيل دوره مؤكد طبعا في غنوتنا الوطنية كمان كملحن مش بس كموزع. ومع الأحداث السياسية المتتالية واكبها بألحانه القومية، فكان نشيد أفريقيا للأفريقي معبرا عن الانتماء المصري للقارة السمراء في تحررها واستقلالها. أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي، أفريقيا للأفريقي. لف السلاح يا أصفر وعلي جدارك، واشيل أعادي من حرارة نارك، حطمت أغلى لب وبنمي هدارك، ولسه هتحرك أراضي جارك، وبكرة يا أفريقيا هتنور لياليكي، وبكرة يا أفريقيا هتنور لياليكي. أفريقيا للأفريقي للأجنبي أمريكي، ولا الأجنبي بلجيكي ولا الفرنساوي ولا الصهيوني ولا السكسوني. ثقافة علي اسماعيل باينة، دراسته الموسيقية في شبابه وفي صبا باينة، والثقافة عند الفنان ضرورة ومهمة جدا جدا. فإذا ما تعرض لنشيد إفريقيا للإفريقي فهو بلحانه من السلم الخماسي المعروف عن الموسيقى الإفريقية، وبلحانه برجولة وكرار رجالي، لأن معروف برضو السخونة الحمية الإفريقية، فده نموذج من النماذج الأخرى اللي بيؤكد قدرات علي اسماعيل وإمكانياته وثقافته العالية موسيقيا. عندما تناول مخاطبة الإنسان المصري للإنسان الإفريقي بشكل عام، استخدم في موسيقى السلم الموسيقي الخماسي الشائع الاستخدام في أفريقيا ما بعد الصحراء وخصوصا في السودان، وكان ذاك من واضح جدا في عمله اللي هو أفريقيا للإفريقي. أيضا علي اسماعيل كموسيقار
بيبتدي يرتبط بالكلمة، الكلمة التي تناقش قضايا الإنسان اجتماعيا في مصر. با دعا إلى إيه؟ دعا إلى أن يستخدم الموسيقى الشعبية وعناصر منها التي يستهلكها الشعب في مستوى العريض. ومن هنا كان هناك اتجاه مع ثورة يوليو إلى الاهتمام بموسيقى الشعب باعتبار إنها لغته، وباعتبار إن من أهداف الثورة التغيير الاجتماعي والنظر بالرعاية والعدالة الاجتماعية من الناحية الاقتصادية والثقافية للإنسان على مستوى العريض وهو الشعب.